اقتصاديه مستدامه ومشاريع يعني توفر ايضا فرص عمل للناس، بدل من ان تجدهم طوابير على ابواب المنظمات هم من يشتغلوا. مش معقول لا تجد في البخاء من يسوق سياره او من يقوم بمشروع او من يبني او من كلها تاتي بها من برا او تاتي بها من محافظات اخرى. الاولويه للمنطقه. هذه الورشة تنعقد اليوم لتقييم خطة 2023 والإخفاقات التي تمت والفجوات، وكذلك تعزيز التنسيق ما بين السلطات المحلية والمنظمات وشركاء التنمية والمانحين. وهناك لجان ستعقد بعد هذا البريك لتحديد الاحتياجات والتحول من الطوارئ إلى المشاريع المستدامة. إن شاء الله تجد في عام 24 مشاريع مستدامة تخدم مديرية الساحل بشكل عام. تأمل محافظة الحديدة زيادة دعم المشاريع الإنسانية وكذلك إنشاء المشاريع المستدامة بما يحقق تخفيف المعاناة عن المواطنين والنازحين عموما في كافة المناطق المحررة بمحافظة الحديدة. نجتمع اليوم احنا في مدينة المخاء لمناقشة خطة الاستجابة الإنسانية. هذه الخطة ايضا هي عبارة تمثل 30% لاحتياجاتنا التي بتكون خطة تنموية، والتي تم اختيار محافظة تعز كنموذج لتطبيق الانتقال للمشاريع المستدامة بناء على الورش اللي تمت، واخر ورشة تمت في القاهرة. نريد ان نعمل المقاربات وننتقل فعلا من العمل الإغاثي إلى العمل المستدام. إشراك السلطات المحلية في التعاون لعمل أولويات واحتياجات المحافظات في خطة الاستجابة الإنسانية له أثر كبير جدا في إثراء هذه الخطة، لأنه أهل مكة أدرى بشعابها